مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقتنا اليوم من برنامج شنو رايك. بدايه نحب نهني كل اخوتنا وكل ناسنا في جميع ربوع ليبيا الحبيبه وبنغازي، خاصه بجميع الانتصارات اللي تقدم فيها قوات المصالحه العربيه الليبيه في هالايام. كنا شايفين بان تقدم الجيش يوم بعد يوم يزداد في معظم شوارع العاصيه بنغازي وشرق وغرب ليبيا الحبيبه. ايضا نحب نبارك لكل اهلنا في مدينه طرابلس العاصمه الابديه على انتفاضه شبابنا من اجل اعلاء صوت الحق واعلاء صوت الكرامه ودعمهم الكامل لقواتنا المصالحه العربيه الليبيه. اليوم بنغازي عايشه اجمل اجواء لان واضح فيها النصر الكبير وان ردت هيبه المواطن داخل ليبيا الحبيبه. كاميرتنا اليوم نزلنا للشارع ناخذ راي المواطن في دعمهم الكامل لقوات المسلحه وشنو يقولوا لجيشنا الوطني اللي قاعد يوم بعد يوم يثبت للعالم ان ليبيا مستحيل تنباع. مشاهدينا الكرام بكم ومعاكم وبسم الله نبدا حلقتنا من شنو رايك. خويا فايد، رايك اليوم في قواتنا المسلحه العربيه الليبيه وانتصاراتها في ليبيا يوم بعد يوم؟ والله انجاز كبير جدا والحمد لله بفضل ربك، وال بالنسبة للقوات المسلحة والجيش العربي الليبي في انتصار إن شاء الله وفي تقدم إن شاء الله. شو تقول لهم اليوم رسالتك أنت للجيش الوطني؟ والله مبروك وألف مبروك وإن شاء الله ديما انتصار لانتصار إن شاء الله اللي عندنا سلطة طرابلس إن شاء الله. إن شاء الله. الناس اللي تحاول تدمر بلادنا، إحنا شايفين اليوم بنغازي ما شاء الله ويعني معظم المنطقة الشرقية عايشين متريحين وعيالنا يضربوا في الشارع ويلعبوا وإن شاء الله حتى الغرب يعني يكونوا معانا بقوات المسلحة. شو تقول اليوم للناس اللي تبي تدمر مستقبل عيالنا وبتدمر بلادنا؟ هذا ما شاء الله منتهين. شو نقول لهم اليوم؟ والله ان شاء الله منتهين، هذوما ان شاء الله منتهين ان شاء الله يا رب. من اللي يحمي في ليبيا بعد الله عز وجل؟ الجيش. شو تقول لي الجيش اليوم؟ شكرا. تعرف عليك؟ طيب يوسف الشيخي. خويا يوسف، رايك اليوم في قواتنا مصالحه وانتصارات الجيش داخل؟ فرحه كبيره والله، فرحه كبيره وربي ينصرهم وربي يعماهم وربي يرحم شهدائنا ويرحم جرحانا ويا 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 ويحلها علينا كلها يا رب. يا رب فرج علينا ان شاء الله يا رب. مازالت مدينه طرابلس ان شاء الله باذن الله. الحمد لله اخوتنا الشرفاء في طرابلس طلعوا كلهم ودعموا القوات المسلحه. شنو تقول اليوم لشبابنا المرابطين داخل الجبهات واللي بيحموا مستقبل عيالنا وبيحموا ليبيا بصفه عامه؟ كرساله شكر. ربي يحفظهم ان شاء الله، ربي يحفظهم، ربي يسدد خطاهم ويثبت اقدامهم باذن الله ان شاء الله باذن الله يا رب. ربي يحفظهم ان شاء الله. تعرف عليك فيصل عثمان الشكمك. يا فيصل، رايك اليوم في قواتنا المسلحه وانتصارات الجيش؟ والله ما شاء الله. لا ما شاء الله والله بصراحه قلنا ما شاء الله لقوات الليبيه ان شاء الله ديما انتصارات ان شاء الله يا رب. شنو الشعور اللي صار لما سمعت ان تم تحرير المنطقه الفلانيه وفلانيه واليوم اليوم ما شاء الله يعني النفط في يدنا والمحور الغربي بالكامل عندنا؟ شنو شعورك اللي صار؟ هل حسيت ان عيالك حق مش هيريح داخل هالبلاد؟ كيف ما شاء الله لقوات الليبيه ان شاء الله ديما انتصارات، وهذا اللي فرحنا وكلنا والله. لا ما شاء الله لا قوة الا بالله. ان شاء الله نقول اليوم للجيش الوطني، نقول لهم ان شاء الله ديما انتصارات، ان شاء الله ديما انتصارات، وان شاء الله ربي يشفي جرحانا. اللهم امين امين امين. ربي يحفظ البلاد ويحفظ البلاد ويحفظ كل شيء ويجيب لنا من الامان لبلادنا وكلنا عيال. ربي يحفظك يا رب ان شاء الله. امين امين يا رب العالمين. كيف اتمنى بارك الله فيك والله. شو اتمنى؟ اتمنى لبلادنا كل خير والله. قنيش، شو اخبار صحتك؟ الحمد لله والله. وتريح في البلاد؟ والله خير الحمد لله الحمد لله. قوات المسلحة اليوم قاعدة يوم بعد يوم تثبت حب أهل البلاد وانتصارات اللي قدموا فيها. نعم. لبلادنا، شو رسالتك اليوم للقوات المسلحة؟ أول مرة يحميهم الله سبحانه وتعالى، تسمع؟ وثانيا والله ما تخاف إن شاء الله تنفرج سبحانه وتعالى، تسمع؟ ما تخاف بالكلام. القوات المسلحة من دمن حلبوك عمرك ما عاد تخاف. إلا كنا صح، لكن من يوم بدأت اسم الكرامة وتعجي عاد نهار اليوم ونحن والله في خير. ما فيش واحد يقول لك لا والله راها منافق والله حاجه اللي يقول لك كذا والله كذا. به الناس اللي تحارب بلادنا والناس اللي مش داعمه للقوات المسلحه والناس اللي داروا ميليشيات يبوا ياخذوا ليبيا من الليبيين، شو نقول لهم انت اليوم؟ هذول والله ما داروا اول مره، ما داروا الا اللي قهرهم. هذه اول وحده، والله ما حصلوا بصيره مهما كانت فعله. بركه الله وبيته والله ما تخاف. لا انت ولا الجيش اللي يجري علينا بالكل، ما تخافوا بالكل مهما كانت العيلة ان شاء الله نسعى تفرج وتريض ديم الشيء اللي كيف هذا ليبيا كعبورة معطان مما اللي قرقضوا وسيبوا غصبا عنه قديم ما استوش. ما عمرك ما تظن في قبيتنا ان كذا والله نحن كذا، لا 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 الحمد لله مهما كانت العيلة. دعوتك الليبي اليوم
ان شاء الله خير وان شاء الله يكسبوا يا ربي يكسبوا راح اللي ماشي له، وان شاء الله تريع من حد الردة ان شاء الله باذن الله يا رب يا كريم يا حليم ان شاء الله. ربي يعطيك الصحه ويجر ويطولنا في عمرك وان شاء الله يا ربي تكون ليبيا كلها موحده شرقها وغربها وجنوبها بفضل الله والقوات المسلحه ان شاء الله ان شاء الله. تعرف عليك صلاح بن خير اخويا صلاح، رايك اليوم في قواتنا المسلحه العربيه الليبيه وانتصارات الجيش الواضحه داخل مدينه بنغاز ويوم بعد يوم قاعدين يثبتوا للعالم بان ليبيا مستحيل تنهال؟ والله طبعا الحمد لله نحن افتخرنا بالتحرير وافتخرنا بكل شيء، وموقف الحقيقه يعني بنشكروا عليه. شو تقول اليوم؟ شنو رساله شكرك اليوم لجيشنا الوطني؟ والله نقول لهم طبعا انتم قدمتوا شيء كبير لليبيا والبنغازي بصفه خاصه، ونتمنى لهم التوفيق ولم الشمل ليبيا كل يعني الغرب والشرق والجنوب يلتم وتبدا الامور كيف ما كنا قبل يعني. تعرف عليك شنو امورك؟ مرعي الفرجاني. مرعي شو اسمك انت؟ ميار. انت شو اسمك؟ نور. نور يا بات ميار ونور. شنو رايك اليوم في قواتنا المسلحه والنصر؟ الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد. اول شيء نترحم على شهدائنا هم اللي خلونا رايقين وامورنا 100%، وان شاء الله متقدم التقدم باذن الله. شفت الانتصارات اليوم يوم بعد يوم وساعه بعد ساعه كل شويه بالنسبه بغازي عصيه عليهم وان شاء الله ليبيا كلها عصيه عليهم. شو اخبار صحتك؟ الحمد لله الحمد لله. رايك اليوم في قواتنا المسلحه العربيه الليبيه والانتصارات اللي تقدم فيها في ليبيا يوم بعد يوم؟ شو تقول للجيش اليوم؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بالانتصارات بالنصر اللي جابه رب، نحمد الله ونشكره. الله ينصر حفتر يا رب على الارهابيين على الدواعس على انصار الشر يا رب، فكنا من التذبيح وفكنا من الارهاب. يكون هذا رام يطلعوا فينا واحد واحد من الحيشان يذبحوا فينا، لكن ربي سبحانه وتعالى فضله كريم اللي جاب لنا الرجل. اي والله الحمد لله رب العالمين، وربي ان شاء الله يطول عمره وينصره، وان شاء الله يا ربي يطهر مصراته ويطهر طرابلس. امين يا رب. يا امين يا رب العالمين. شنو تقول اليوم للناس اللي تبي تدمر بلادنا، الناس اللي تبي تدمر ليبيا، شنو تقول لهم؟ اعدائنا اعداء الدين. هذول اعدائنا، عندهم ايش دين؟ شنو تقول لهم اليوم؟ هناك واحد يدمر بلاده لو كان مسلم؟ لو كان مسلم يمسك مسلم عربي ينزله من كهربته ويذبحه؟ هذا حق اسرائيل مادية اكثر من اسرائيل هذول، صح ولا لا؟ لكن ربي سبحانه وتعالى فضله واسع الحمد لله. ربي يعطيك الصحة إن شاء الله. ربي يعطيك الصحة. يمين يا رب العالمين. يمين يا رب العالمين. نبي دعوتك اليوم لليبيا كلها ودعوتك المباركة، أنت راجل مبارك، نبي منك دعوة لهالبلاد. نبيها ليبيا كلها تنتصر تقعد آمن وأمان. أيوه. كيف عهد سيدي إدريس؟ نبوه. نبوها عهد كيف عهد سيدي إدريس؟ إدريس السنوسي. الله يرحمه. اللي جاب لنا استقلال من 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 الطليان. ويجنا اليوم رايك اليوم في قواتنا المسلحه وداعمك الجيش الوطني واللي انت شايف يوم بعد يوم انتصاراته موجوده داخل بلادنا. الحمد لله رب العالمين، من تقدم الانتصارات لبناء لنظافه مدينه، الحمد لله رب العالمين البلاد ماشيه وردت. بنغازي كانت وين؟ بنغازي ايام انصار الشريعه، هم اصلا ما عندهم الشريعه للاسف، كنا نقولوا هذوما ناس بلكي بالدين يقدر يصلحه، لكن للأسف هذوما ما عندهمش الانتماء لوطنية، هم غير يهرسوا خلاص على رأي يهرسوا، ما حتى الدين ما هم فاهمينا. لكن اليوم جاهم الجيش وراهم وعطاهم رسالة بأن ليبيا مستحيل تنباع. بالضبط. لأن الجيش هذا مبني على رجال وطنيين وناس من جد الجد. يعني المشير الحمد لله راجل مؤسس من جد الجد، عنده خلفية وطنية الحمد لله، وهذوما أصلا ما عندهمش خلفية وطنية محمد للأسف، ما عندهمش ولا عندهم بناء دولة ولا هذه أصلا دولتهم، هذه دولتنا نحن ودولة عيالنا. أنت اليوم كمواطن شفت الأمن كيف الحمد لله، شنو تقول اليوم ككلمة شكر في حق رجالنا وأبطالنا في المحاور وكل من قدم روحه من أجل بناء ليبيا؟ الحمد لله رب العالمين، ربي سبحانه وتعالى يتقبل موتاهم ويشفي جرحاهم، والناس هذوما اصلا ما يتكافئوش لان ضحوا بارواحهم في سبيل ان احنا ننعموا بهالحريه. يعني مهما نديروا لهم مش حيكون يوفيهم حد. ما توفيهمش
ناس بتضحي في سبيل ان احنا نعيشه، في سبيل ان اجيالنا اللي طالعه هذه تعيش في هالوطن، فهمت، ويبنوا هالوطن، واكيد عندهم حتى هم احفاد ان شاء الله يبنوا الوطن هذا بالعلم وبالايمان الصح وبالدين الصح، مش الدين اللي هو الدين اللي هم تفصيل جايبيننا من القاعده ومن ترابوره، عرفت، وهذا اللي خرب الوطن العربي. ربي امن بلادنا، يحفظ طولنا في عمرك. سلمك يا محمد، ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى بلادنا من تقدم لتقدم، وان شاء الله من انتصارات انتصارات، وان شاء الله خليفه حفتر باذن الله، باذن الله قريب يخطب من طرابلس. اللهم امين. ان شاء الله نشوف فيها باذن الله قريب. باذن الله. شكرا لك يا حبيبي. سلمك، بارك الله. وبهيك مشاهدينا الكرام ختمنا اليوم حلقتنا معاكم، سمعنا اليوم كلام المواطنين ورايهم في دعم القوات المسلحه ورايهم في الجيش الوطني واللي قدمه لبلادنا من امن وامان. انا اتمنى بان اخوتنا في العاصمه طرابلس انهم يستمروا في هالانتفاضه ويكملوا اللي هم بدوا فيه، لان كيف ما شعبنا في مدينه بنغازي كان مساند للقوات المسلحه، لازم هم يكونوا مساندين باش الجيش يكون عندهم ويامن طرابلس بالكامل. اتمنى ربي ينصر جيشنا وربي يرحم شهدائنا، ودائما خلوا ثقتكم في الجيش اكبر ما يكون، لانها جيش هم الجهه الشرعيه في ليبيا الحبيبه. ما عندنا ما نقوله الا ربي يحفظ بلادنا، ربي يحمي ليبيا، ربي يحفظ كل رجالنا في القوات المسلحه العربيه الليبيه. مشاهدينا الكرام، في الختام اكمل غير السلام، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.